السلام عليكم جميعا. الشيء الحلو ان كل ما تسمع عن عنوان جديد من Resident Evil راح تتحمس للتجربة والتحكم في شخصيات تحبها، وبتعرف انك مقبل على تجربة اكشن ومعاناة وصراع على البقاء، بالاضافة لادارة اغراضك والمتاجرة وش تاخذ وش تترك، واكيد الاستمتاع في مواجهة الاعداء والزعماء. هذا الشعور او الطابع تمتلكه وتتميز فيه سلسلة Resident Evil من اول ما اصدرت الى اخر اصدار، ولا زالت محافظة عليه، واليوم تستمر هذه التجربة مع Resident Evil 4 او الريميك. رجعت لكم اليوم في مراجعة وتقييم للعبة، معكم خالد من جيمرز. أتمنى يعجبكم المقطع وتستمتعون فيه، والأهم يكون مفيد لكم، وأحب أكد أنه بدون حرق، وأساساً كابكم ما تسمح بأي تسجيل ل90% من اللعبة، فراح تكون اللقطات خفيفة. أكيد بشرح لكم التجربة والرسومات والتحسينات والمميزات وأكيد العيوب. المهم نبدأ الحين، ما أوصيكم على الدعم باللايك والنشر والاشتراك في القناة، والحين خلونا نبدأ. في البداية بالنسبة للقصة والأحداث ما يحتاج أني أشرحها وأتعمق فيها لأني شرحتها في مقاطع سابقة، بالإضافة أني نزلت مقطع في قصة ليون فيه لمحة بسيطة في بداية الأسبوع تقدرون تشوفونه حاليا في القناة. واللي ذكرته باختصار أن ليون عنده مهمة وهي إنقاذ بنت الرئيس اللي تم اختطافها من جماعة غريبة وشريرة وغامضة، والأحداث بتكون في منطقة في أوروبا أو بالتحديد في أسبانيا، فيتم إرسال ليون هناك علشان ينقذ البنت. وأثناء المغامرة راح يقابل كمية حلوة من الشخصيات، بعضهم طيبين بعضهم أشرار وبعضهم محايدين نوعا ما. اللي أقدر أقول عن القصة باختصار أنها حلوة واستمتعت فيها جدا على الرغم من أني عارف كل الأحداث، فالمطورين أنجحوا في توصيل القصة بطريقة متقدمة وإخراج مختلف يخليك تستمتع حتى لو كنت عارف أدق التفاصيل. أيضا عجبني الارتباط اللي صار بين الشخصيات، صار فعلا حقيقي وأكثر من النسخة الأصلية بكثير، راح تستمتع في الشخصيات وترابطهم معاك والأحداث اللي تصير معاهم. جدير بذكرنا في بعض التغييرات في القصة وواضحة نوعا ما مع أشياء خفيفة وأماكن مختلفة، لكن الأساس والمجمل موجود. فباختصار أقدر أقول أن تم تقديم قصة Resident Evil 4 لكن بإخراج رائع يعطيك شعور فريش وكأنك تلعب جزء جديد من السلسلة. وما ننسى موضوع اللغة العربية اللي كان فعلا ممتاز وواضح في الترجمة أو حتى القوائم، بالإضافة لبعض الكلمات التفاعلية. بالنسبة للجيم بلاي أو طريقة اللعب، النظام مثل ما انتم عارفين أكشن منظور أول، والحلو في الموضوع أنه اختلف عن الإصدار الأصلي واللي هو أساساً نفس الفكرة، لكن في الريميك صار التحكم معاصر أكثر، تتحكم بليون بشكل ممتاز، وأكيد أغلبكم جربها في الديمو. يمديك تتحرك بشكل أفضل، تصوب وانت تتحرك، وأيضاً يمديك تبدل أسلحتك أثناء اللعب أو أثناء الأكشن، بالإضافة لموضوع الأزرار التفاعلية علشان تدافع عن نفسك، يعني في لحظات حاسمة تضغط زر معين وهو الكويك تايم ايفنت، فمزيج اللعبة بين الاكشن وبين هذه الازرار بالاضافة للتحكم السلس في الشخصية. شيء حلو انك تتفاعل مع الاسلحة بشكل سريع جدا، لانك احيانا بتواجه مكس من الاعداء، بعضهم ممتاز في الشوتجن وبعضهم ممتاز في المسدس العادي، فالسويتشنج جدا غير اللعبة وخلاها فعلا ممتعة لانه صار بشكل اسرع وافضل. ومن الاشياء اللي استمتعت فيها اثناء القتال مو بس مواجهة الاعداء والصعوبات بينهم والاشتباك معاهم، واذا كان المكان ضيق فعلا راح تدهور، لكن ايضا مراحل مشبعة في بعض الافخاخ وبعض الامور اللي تزيد من ماس اللعب. فاللي لاحظته في Resident Evil 4 تعتبر أصعب من فيليج وأصعب من الريميكين اللي فاتوا، لأن فيها تحدي أكثر من ناحية توجه الأعداء وسرعتهم، بالإضافة للأفخاخ والألغام، وأيضا عندك التحكم في التصويب فيه تحدي وفيه صعوبة، لكن الناتج في النهاية بيعطيك متعة وصراع البقاء أفضل. وعجبني في اسلوب اللعب او تنسيق الجيم بلاي بنظام مراحل وتحديات منوعه، ونظام اللعبه تكون خطيه ومجزئه لبعض الاماكن اللي كانها ساحه معركه. اغلب الاجزاء في اللعبه انك توصل لمنطقه معينه ويبدا الاكشن وتحاول انك تهرب من الاعداء، تقاتلهم، تحاول تراوغ بينهم، تقريبا تلعب معاهم لعبه القط والفأر، او ممكن تقلب عليهم وتحاول تواجههم بكل قوتك. لكن بين هذه الاماكن اكيد العالم مترابط، راح يكون في ممرات وفي مباني وفي بيوت معينه، واكيد البحيره والموانئ والكهوف وغيرها من الاماكن. هذا غير موضوع اللي تعتبر كأنها لعبة لحالها، لكن الأهم في موضوع الجيم بلاي أو التجربة أنها محافظة على الأسلوب القديم الكلاسيكي مع وضع بعض الألغاز البسيطة وأفكار جديدة كليا في الأماكن. أيضا من الأشياء اللي تعجبني دائما في Resident Evil وموجودة هني هو موضوع تنسيق الأسلحة واللوت والصناديق المنتشرة بشكل ضخم في اللعبة، فعلا حسيت أن الصناديق منتشرة بشكل كبير، راح يكون عندك أغراض متوفرة دائما وعندك فلوس وكنوز، بالإضافة لبعض الأبواب اللي تكون إكسترا، يعني ما هي في القصة تحاول إنك تفتحها بطريقة معينة، والشيء اللي دائما يحمس إنك تروح
تستكشف وتجمع هذه الأغراض أن التاجر راح يكون عنده كمية أشياء قيمة وحلوة، فتحاول أنك تجمع الأشياء وتحاول تخلص تحديات علشان يصير عندك فلوس وأنت تصير تاجر على التاجر نفسه، تبدأ تبيع وتبدأ تشتري بالإضافة أنك تسوي حركات تستغل البياع وتأخذ منه فلوس أكثر. وإذا مليت من موضوع الأعداء أو القصة أو التجارة بشكل عام، تقدر تروح تأخذ بعض المهام الجانبية البسيطة، مثلاً يقول لك اقتل عدد من الفئران، اقتل عدد من الأفاعي وغيرها من الأشياء اللي تجمعهم، أو مثلاً كل شيء مليت منه حتى المهام الجانبية راح يكون عندك بعض التحديات الحلوة في المسدسات والألعاب أو الميني جيمز. فباختصار تجربة Resident Evil 4 من ناحية الجيم بلاي والمحتوى اللي فيها يكون كافي جدا انه يعطيك 20 ساعة، وكالعادة مثل ما تعرفون في Resident Evil تحب تاخذ فيها وقت اكثر، ممكن توصل لساعات اكثر، او اذا تبي تخلصها سبيد رن ممكن تخلصها ب5 ساعات. فمحتوى اللعبة حلو متناسق وتعتبر هي من اطول اجزاء Resident Evil، لكن في النهاية الموضوع على اللاعب نفسه. بالنسبة للرسومات، هذا يعتبر أكبر جانب ملفت للنظر في اللعبة، فعلاً الرسومات رائعة جداً والبيئة من حولك ممتازة. جربت اللعبة على البلاي ستيشن 5 والبي سي، أكيد البي سي راح يكون فيه فارق ملحوظ في موضوع التفاصيل وبعض خيارات الرسومات، لكن مو معناته أن البلاي ستيشن تجربة أقل بكثير أو تعيسة، بالعكس اللعبة ظاهرة بشكل ممتاز على المنصتين. عجبني الإحساس اللي مسوينه في الرسومات، لما تدخل مكان معين راح تلقى أماكن مرعبة جدا من مجرد الانفايرمنت وكمية الأشجار والظلام وأيضا الأشياء المتطايرة في الهواء. قدروا يعطونك أتموسفير فعلا رائع للعبة، أفضل بكثير من ما شفنا في النسخة الأصلية. بعض الأماكن أتذكرها في السابق لكن رسوميا صارت مبهرة، وهذا من الأشياء اللي راح يساعد وخليك تحس إن فعلا لعبة تجربة جديدة. وغير موضوع المراحل أو الأماكن، أيضا موضوع الشخصيات. الموضوع في الشخصيات ما هو مجرد تحسين للشخصية، بل إعادة بناء الشخصيات من الصفر. تتكلم عن المظهر، الملابس، الحركة، الشعر، كل التفاصيل كأنك فعليا تشوف جزء جديد من Resident Evil. وشيء اللي يخلي الشخصيات حيوية أكثر بجانب الرسومات هو صوتهم وحضورهم والحركة في المشاهد السينمائية. Most warm welcome to my castle, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh please. طبعا راح يكون عندك خيارات في موضوع الرسومات اذا كنت تفضل الاطارات او الدقه العاليه. اذا تحب الاطارات لازم تقلل للجوده، او اذا تحب تلعب بنظام الفور كي وترفع الجوده راح تنزل معاك الاطارات، لكن اذا عندك شاشه تدعم التقنيات او الفي ار ار تقدر تعطي بوست لسلاسه الصوره. باختصار موضوع الرسومات تقدرون تحكمون عليه بنفسكم لان الديمو متوفر حاليا. اما الحين بالنسبه للمميزات والعيوب، خلونا نبدا في المميزات. أول ميزة عجبتني في اللعبة هو مزيج ممتاز ودمج الشعور بين النسخة الأصلية والإمكانيات المعاصرة. على الرغم من أنك بتحس أن جزء Resident Evil جديد وتستمتع فيه رسوميا وتقنيا، لكن راح يحافظ على المتعة الأصلية وأجواء Resident Evil 4. فحبيت التجديد لكن محافظة على النمط الأصلي مثل ما ذكروا المطورين شفته وحسيت فيه فعليا. ثاني ميزة في اللعبة هي تقديم بيئة رائعة جدا من ناحية الأجواء والتنوع المختلف في اللعبة. راح تأخذك اللعبة في أماكن مرعبة، أماكن مثيرة، أماكن حماس فعل ما توقعها، بالإضافة لأماكن كسر روتين وتعطيك تجارب ممتازة فعلية، وأكيد مواجهة زعماء اللي ما حسيت انهم افضل شيء لكنهم موجودين. ثالث ميزه في التجربه ان اللعبه لا زالت محافظه على التوازن المعروف في سلسله Resident Evil، موضوع الاسلحه والمواد والتصنيع والتجاره واداره اغراضك، هذا الشعور موجود فعلا واللي يعطي اضافه او متعه كبيره للعبه. بالنسبه لاخر ميزه في اللعبه ان صارت الشخصيات مثيره للاهتمام اكثر، واللي راح يخلونك تستمتع في الاحداث اكثر حتى لو كنت عارفهم، فنمط ظهور الشخصيات والاخراج الجديد عجبني جدا. اما بالنسبه للعيوب، من الاشياء اللي حزنتني وبصراحه انا ادقق فيها هي موضوع الانيميشن. للاسف اللعبه لاحظت فيها داون جريد في الانيميشن وحركه الاعداء الفيزيائيه مقارنه في الريميكين اللي فاتوا الثاني والثالث. لو تقارن ما بينهم وتشوف تفاصيل الزومبي والحركه الفيزيائيه راح تشوف الفرق. النسخ القديمة تحس ان الشخصيات لها وزن والتقطيع اللي فيها وكل هذه الامور، لكن الجزء الرابع اقل مستوى من هذه الناحية، خاصة في موضوع الحركة وسقوط الاعداء. وللامانة تساءلت ليش يصير هذا الشيء، مو المفروض ان الرابع يكون افضل واحدث؟ صراحة ما اعرف السبب. بالنسبة لثاني ملاحظة ما عجبتني في موضوع الوجه وتحديدا حركة الشفاء مع الحوارات. طبعا في بعض الشخصيات مو كلهم الحوارات تحس انها غير مطابقة لحركة الشفاء. ما اتكلم عن المشاهد السينمائية القوية، اتكلم اثناء اللعب او بعض المشاهد البسيطة. والشيء اللي خلاني محبط في هذه النقطة لما رجعت ايضا شفت الريماكات القديمة افضل بكثير من ناحية حركة الوجه والشفاه، باعتقادي انهم سلكوا بعض حركات الانيميشن الموجودة في الجزء الاصلي وحطوها في الريميك. اما بالنسبة لثالث عيب في اللعبة، فيها مشاكل تقنية بشكل عام، تتكلم عن جلتشات واثناء
القتال أو حتى الكاميرا المزعجة في بعض الأحيان أو حتى زر الجري المحبط. يعني لما تفكر انك تجري في اللعبة راح يكون الجري كأنه سلو موشن بشكل مستفز. كان المفروض يحطون لك جري سريع سبرنت لكن مع مقياس تعب، لكن لاحظت الحين لما تبي تركض اولا الركضة غير واقعية، واول مرة اشوف شخص بيهرب لكن يمشي على البطيء. فشخصيا اشوف موضوع الجري في اللعبة غير واقعي وغير مجدي في الجيم بلاي، حتى لو تعمدوا انه يخلونه ثقيل علشان تجربة رعب واثارة لكن يظل مستفز ونرفزني في اغلب اللعبة. بالنسبة للخلاصة، Resident Evil 4 تجربة رائعة واستمتعت فيها شخصيا، وكل عاشق Resident Evil راح يحب اللعبة بسهولة، على الرغم من أن الفارق بينها وبين النسخة الأصلية ما يتقارن بالفرق اللي شفناه بين الأول والثاني والريميكات. أصلا ممكن في منتصف اللعبة أو في مراحل متقدمة تحس أنك تقريبا تلعب نفس الجزء بالضبط، لكن مثل ما ذكرت العناصر اللي حطوها في الإخراج والشخصية والأماكن عطت اللعبة بوست جميل جدا ويخليك فعلا تستمتع فيها ولو كنت عارفها أو حافظها. فبشكل عام أشوفها تجربة ممتعة فعلا، ولولا العيوب بالتقنية اللي كانوا ممكن يتجاوزونها ممكن أقول عن اللعبة مثالية. في النهاية كانت هذه مراجعتي لResident Evil 4، أتمنى استمتعتوا وأتمنى استفدتوا من المقطع، وترقبوا إن شاء الله تختيم كامل في القناة بالإضافة لمقاطع أكثر. يعطيكم العافية على المتابعة، لا تقصرون بالدعم باللايك والنشر، وهذه بعض المقاطع الخاصة في Resident Evil لو حابين تشوفونها. شكرا لكم ومع السلامة.